ألف مليون مبروك، ألف ألف مليون مبروك، فوز مصر النهاردة على المغرب 2-1. الحقيقة يعني فرحة، كلنا كنا متابعين الماتش وشفتوا قد إيه الإصرار والرجولة اللي كنا بيها فيها في الملعب. وخليني أقول لكم حاجة، إن اللي بيحصل من فريق الكورة ده مش غريب، هو ده المصريين وهم دول المصريين الحقيقة، في وقت الشدة بيبانوا. وعلى فكرة مش في الكورة، يمكن الكورة هي اللي عليها السبوت الإعلامي في كل المجالات. المصري يتحط تحت ضغط ويتحط في اختبار حقيقي، بيقدر يعدي الصعاب. ابتدينا في البطوله وحش جدا، ابتدينا بمباراه كل الناس قالت لك ده منتخب مصر، يعني لو خد من اي فرقه 2-3 هيبقى قليل، واستطاع منتخب مصر ويعدل من نفسه، والجهاز الفني يعدل من اداء اللعيبه، واللعيبه تعدل من ادائها، لغايه ما وصلنا ان احنا بنطلع فرقتين كانوا مرشحين قبل البطوله ان هم يوصلوا فاينل. اللي عايز اقوله كمان انه صدقوني مصر تقدر، اللي احنا بنشوفه في الكوره نقدر نشوفه في اي مجال، في اي مكان. المصري وفي اساطير كتيره وفي ابطال كتيره جدا ما بيتحطش عليهم الضوء زي لعيبه الكوره، زي منتخب مصر كره القدم، ولكن النهارده منتخب مصر بيدي قدوه ومثل ان المصري تقدر تحول حتى الظروف السيئه. النهارده لعيبه جدا كتيره جدا بتتصاب، تحيز غير مسبوق من حكم المباراه، عندك يعني امور كتيره ما كنتش بتوفق فيها، عدم توفيق دخل فيه الجون بدري، يعني امور النهارده لو انت بتحسبها لو ما عندكش اصرار، لو الظروف دي قابلنا ربعها بس في اول ماتش ما كناش خسرنا واحد، كنا خسرنا اكتر. ولكن اللي حصل النهارده ان انت تغلبت على كل هذه الظروف، ضربه جزاء بتحسب عليك في اول 6 دقائق، جون المغرب بتضيع وقت من اول ما جابوا الجون، يعني الموضوع كان كله ضدك، لعيبه بتتصاب، حجازي اتضمه، ابو جبل اتضمه، يعني انا عايز اقول انه حتى عدم توفيق في الاصابات غير الاصابات اللي كانت المباريات اللي فاتت. الحقيقه النهارده لعيبه مصر ومنتخب مصر ضرب مثل لكل مصر ان المصري يقدر. النهارده عايز اتكلم على بعض الامور الايجابيه جدا اللي شفناها في المباراه، التركيز من اول دقيقه حتى بعد ما دخل فينا الهدف ما فقدناش تركيزنا، واللعيبه والجهاز ما فقدوش الايمان ان نقدر نعوض ونفوز. خلي بالكوا دي، يعني انت ما بتخسرش غير لما جواك تخسر. دايما يقول لك كده اللاعب، انت هتخسر لما انت جواك تنهزم الاول. اللعيبه ما انهزمتش وما قبلوش بالامر الواقع وبداوا يلعبوا، وكنا شفنا فرصه واتنين في الشوط الاول كنا ممكن نعوض. نفس الكلام في الشوط الثاني، قعدنا نحاول لغايه ما ربنا كرمنا الحمد لله بالهدف الاول. الهدف الاول يعني في كور، في هجمات كانت يمكن مضمونه اكتر من الهدف. الهدف جه الجول، صد الكره حارس مرمى منتخب المغرب، سبحان الله صدها كانه بيصلحها لمحمد صلاح. هنا التوفيق. محمد صلاح اللي هم طول الماتش ماسكينه باربع لعيبه بيفضى في كوره، يعني مش ممكن هم يتخيلوا، يعني لو اتعادت الكره دي هيقولوا طب احنا سيبناها فاضي ازاي، وحارس المرمى بيطلعها في اتجاه محمد صلاح عشان يحط الكره. التوفيق بيروح لمن يستحق، في حين ان كان في كور قبلها كتير جدا كانت ممكن تخش هدف ولكن ما دخلتش هدف. ليه؟ لان ربنا عايز يحس منا الاصرار اكتر، كان محتاج يحس منا العزيمه اكتر. نفس الكلام الجون الثاني، محمد صلاح بتجيله ربع فرصه، واحد على واحد دي اللي بيستناها، المساحه واحد على واحد، ما فكرش في نفسه، كان ممكن يقول لك احط الجون الثاني وابقى الهداف التاريخي وابقى ما فكرش في نفسه، حط كوره. كلنا ما شفناش تريزيجيه، كل اللي قاعد بيتفرج على الماتش كلنا بنقول حط يا صلاح، بيدي الكوره لتريزيجيه كوره مقشره وبيقول له ايه، طلع كل المدافعين والحارس المرمى بره المعادله، بيقول له يا تريزيجيه روح حط الكوره جون. انكار ذات، قياده. انا هنا عايز اتوقف عند محمد صلاح. الحقيقه محمد صلاح الفرق بينه وبين اي لعيب حتى في اي لعبه هي المينتاليتي، الفكر اللي بيلعب بيه. يا جماعه والله العظيم دي دروس للي بيفكر. محمد صلاح حتى بعد ما جاب الجون، يا ريت تجيبوا لي الصوره، بيعمل للعيبه كده، ما بيقولش للعيبه كده، بيعمل للعيبه كده، بيقول لهم ركزوا هنا. يعني محمد صلاح الفرق بينه وبين اي لعيب، وانا نفسي حتى يعني 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 صلاح يسمع. انا فاهم صلاح بيلعب ازاي. صلاح ما بيركزش على اي حاجه تانية، بيركز على ده، على الفكر. كل ما بيطور فكره بيتطور اداؤه، كل ما بيتطور مينتاليتي بتاعته اداؤه بيتطور. الفرق بين صلاح وبين اي لعيب، في لعيبه اكتر منه مهاريا جدا، مش على مستوى مصر، على مستوى العالم، ولكن صلاح سبقهم بايه؟ سبقهم بده. وده اللي يفرق بني ادم عن التاني، مش بس لعيب عن التاني، ممكن تلاقي مهندس عن التاني فرق كده، طبيب عن التاني فرق بده، وربنا كرمنا بالعقل. فانت لما بتنمي عقلك انت نفسك كبني ادم قيمتك بتعلى. هو ده اللي عمله صلاح المينتاليتي بتاعته حته تانيه. صلاح حتى والحكم في قمه تحيزه ما فقدش تركيزه تماما، ولا قعد يدخل في نقاش مع حكم، بيفكر في اللي بعده. لو ده لعيب بيفقد تركيزه، وده انا عايز اقول لكم ان هو تحت ضغط، مش تحت اي ضغط عادي، لا ده مدافعين بيضربوا فيه،
اللي بيفوت من واحد يلاقي التاني، يعني مش بس انه محتاج يفكر في ادائه، ده بيفكر ازاي يكمل المباراه. بس قادر اللعيب عماله تزق فيك، تخيلوا الزق ده بيهت في اللعيب بيبقى مش قادر. تخيل انت لعيب تستحق الحضن ده يا صلاح، والله العظيم تستحق الحضن ده يا ابني والله. ليه؟ لما تلاقي صلاح الماتش شغال وهو في دماغه عمال يوزع مجهوده بالشكل اللي يضمن بيه يكمل المباراه، وحتى شفناه بيروح يتكلم مع مستر كروش، بيتكلم مع مستر كروش مش عشان ضعاف النفوس يقول لك ده بيتدخل في قراراته خالص، هو في الملعب جوه في ارض المعركه شايف حاجه بيحتاج يوصلها للكوتش. لازم الكوميونيكيشن ده في بعض الالعاب كابتن الفريق بيبقى في ودنه سماعه مع المدرب، بيتكلم مع المدرب. الرجبي كده، الامريكان فوتبول كده، كابتن الفريق بيبقى فيه لينك بينه وبين المدير الفني في ودنه. فاللي عايز اقوله لكم النهارده، محمد صلاح الزق اللي انتم شايفينه والضرب ده ياخد من مجهوده. النهارده محمد صلاح مش بتكلم عنه كلاعب خالص، انا بتكلم عنه كقائد جوه الملعب. محمد صلاح قائد جوه الملعب بمعنى الكلمه، حتى في أسوأ الظروف والدنيا ضلمه والدنيا يعني محتاجه. النهارده تريزيجيه يعني حتى صلاح رفع رجله بس عشان تريزيجيه عايز كده، انما نزلها على طول. ليه؟ لعيب عارف هو بيعمل ايه، لعيب عارف هو بالنسبه لمصر قيمه. يا جماعه اتعلموا من صلاح، كل واحد في مجاله يتعلم. الفرق بين لعيب وانسان والاخر والعقل. داني ربنا كرمنا عن سائر المخلوقات بالعقل، لو انت مش هتشتغل على عقلك هتطلع لقدام ازاي؟ وصلاح قال اكتر من كده، يا جماعه الموضوع موضوع منتاليتي. انا عايز اتوقف النهارده، المكسب كل اللعيبه رجاله، بس انا باخد عبر صلاح النهارده. ان صلاح النهارده حاجه تانية عايز اشيد بيها، النني. هتقولي النني عمل ايه؟ لا 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 لا، النني النهارده لولا ان هو اعترض على الحكم وبعنف، اعترض بشكل عنيف في الشوط الاول في الفاول اللي هو متاكد ان هو مش فاول. ما ممكن انا اعترض في كوره معلش ابقى انا اللي غلطان فيها، يعني واخد يعني فاهمين قصدي ايه، انما كوره انت يا نني مش فاول وانت متاكد ان هي مش فاول وبيعترض، الحكم ما يقدرش يديله انذار. مصر كلها مش ده، العالم كله ده، مش كده بس، ده راح يقول له لو جت جون نروح للفار. النهارده النني انت معلم يا نني، انت معلم، واللي يفهم رياضه يفهم انت عملت ايه. ونفس الاعتراض كان في الشوط الثاني، راح للحكم وزعق له على الارض وقال له ازاي الحكم ما قدرش يديله انذار، لان الحكم عارف هو عمل ايه. يا جماعه القياده، معلش انا اسف، مش بس المكسب، وده اللي بنقوله لفرقنا حتى، مش بس ان انت تبقى لعيب كويس، لازم تبقى جوه الملعب عندك شخصيه. انا اسف يعني مش عارف اقولها ازاي، بس احنا في الرياضه بنقولها صايع ملعب. لازم تبقى كده، قاري الدنيا فين وقاري الدنيا رايحه فين، وشايف النهارده النني ارى الحكم بيعمل ايه، النهارده النني ارى الحكم بيعمل ايه، وشايف لو ما كانش اعترض كده كان ممكن الموضوع يروح في حته تانية. النهارده نفس الكلام فتوح في الاخر بيقول له انا فاهم، تمام، لا تمام انا فاهم، خلاص يا باشا هنلعب. يعني انت بتعبيراتك واعتراضاتك وزقك ودفعك وامتى تزق وامتى ما تزقش. النهارده الجهاز الفني سحب ايمن اشرف وقت 100 100، عامل مجهود جامد جدا، واخد انذار في اشتراكات، بيلعب فدائيه، خاف عليه اطرد. النهارده الفكر والشغل مش بس من اللعيبه، انما النهارده صلاح والنني في الملعب بامانه لعيبه قياديه، لعيبه قياديه. واحد النهارده النني، انا الاعتراض اللي اعترضه الحكم قلت بس النني بره الماتش، النني ما عملش كده، النني اعترض بس هو عارف بيعترض فين، وبطريقه ما تخليش الحكم يتحبيد ايده يطلع الكارت ازاي ومش فاول ونروح للفار واعمل. الحكم لازم هنا هيراجع نفسه مهما كان نازل وجواه قرار معين، ابدا الاعتراض ده هيخليه يفكر 1000 مره. النهارده شفنا ابو جبل مش عايز يخرج، فدائيه، هو ده اللي بتكلم فيه. اللي عايز اقوله يا جماعه ان صدقوني اللي بيحصل في كره القدم مش بس نتعلم منه لعيبه كره القدم، كل الالعاب الاخرى، كل الالعاب الاخرى لازم تتعلم من اللي بيحصل. لو انت لعيب محترف مش بس انت جاي تقول شكرا انا لعيب محترف وامشي، لا انت قائد، انت قائد جوه الملعب، ولازم تدي لبلدك ولازم تهين نفسك في منتخب بلدك، عشان هو ده، هي دي البلد اللي عملتك. زي ما صلاح بيعمل، صلاح بيجي يهين نفسه عشان اسمه مصر. انت لعيب محترف في بلد تانية وجاي تلعب منتخب مصر، كل الشرف ان انت تلعب في منتخب مصر، ولازم تقول لعيالك وتقول لجيرانك انا رايح العب لمنتخب مصر. النهارده ده مثل لكل لعيبتنا المحترفين في كره اليد، لعيبتنا المحترفين في السله، لعيبتنا المحترفين في كل مكان، اللعيبه اللي بتلعب في جامعات. انت هنا اول ما يتقال لك انت جاي مع منتخب مصر تعظيم سلام، انا هنا جاي في مهمه قوميه. النهارده اللعيبه كلها بتلعب كده، عارفين ان وراهم 100 مليون ولا 110 مليون بيدعوا لهم، فيصدقوني كل واحد في مجاله كده. لو كل واحد في مجاله فكر التفكير اللي انا بقول لكم عليه ده، وشاف مصر تستحق منه ان يخلص لها، وشاف ان مصر هيبقى كده، وصدقوني في كل مجال موجود ناس كده.
مش بس كره القدم اللي انتوا شايفينه في كره القدم كده، انما في كل المجالات وفي كل مؤسسات الدوله في ناس يعني شايفه ان مصر انها تعمل كده وتعمل اكتر من كده عشان مصر. الحقيقه كنت محتاج اتكلم، يمكن انا ما اتكلمش فنيات، معلش انا انفعلت جدا وكان يعني بتكلم من قلبي، لان انا فعلا بحب منتخب مصر يبقى في اعلى قيمه، وهو ده يعني كلنا لازم يبقى ده هدفنا، منتخب مصر ثم منتخب مصر ثم منتخب مصر. هو ده الاسم الاعظم، هو ده الاسم اللي كلنا بنتلم حواليه. مصر لما تلعب ومصر لما تكسب ده عيد عندنا كلنا، مش بس في الكوره، في اي مجال في اي حاجه. مصر ماشيه صح، مصر يعني انجاز بيتعمل في الدوله، لازم كلنا وراه ولازم كلنا نقول كده ولازم نبقى فخورين بده. مصر شعبنا شعب جميل، شعبنا شعب يعني يقدر، شعبنا عنده القدره ان يعمل الكوره. اللي بيحصل في الكوره النهارده يحصل في كل مكان. خليني اطلع لفاصل، معلش يعني ناخد نفسنا كده ونرجع بقى نتكلم عن حلقتنا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما تعودنا في حلقاتنا يوم الاحد والاربع بنجيب لحضراتكم كل الاخبار اللي حصلت خلال يومين ثلاثه اللي فاتوا في الالعاب الاخرى واهمها، وبنحط حضراتكم في الصوره وتعليقنا عليها وبنلفت نظر حضراتكم لبعض الامور المهمه. النص الثاني من حلقتنا بيبقى فقره حواريه. النهارده في لعبه يمكن من الالعاب اللي داخله لسه مصر حديثا، ومش بس كده، اللعبه دي ليها دول مستوطنه فيها اللعبه دي، الا وهي الرجبي. خلي بالكم في فرق بين الرجبي وفرق بين الامريكان فوتبول او كره القدم الامريكيه، هما الاثنين شكل بعض قريبين من بعض، بس دي ليها قوانين مختلفه عندي. الرجبي يمكن بتتوطن في انجلترا، في جنوب افريقيا، في بعض الدول في المنطقه يمكن مش منتشرين قوي، فبدا يبقى تخش مصر، يبقى في اتحاد مصري، بدا يبقى في اتحاد عربي، بدات اللعبه دي تنتشر بشكل او باخر. يمكن انتم مش سامعين عنها، ودايما احنا في برنامج الابطال بنحاول نجيب لكم الجديد، ايه اللي بيحصل على الساحه، ايه بنعرفكم بالرجبي. يمكن يوم من الايام يمكن حد بيتفرج علينا نفسه يلعب اللعبه دي من زمان ما يعرفش انها بتتلعب في مصر. هيكون معانا في الفقره الحواريه، يكون معانا كابتن حسن احمد خالد نائب رئيس الاتحاد المصري وايضا نائب رئيس الاتحاد العربي، هيكون معانا في الفقره الحواريه، هنتكلم عن كل شيء، عن الرجبي ودخولها مصر ازاي، المتوقع ايه، الدنيا رايحه فين، مين اللي بينافسونا، ترتيبنا ايه دلوقتي. كل الكلام ده هيكون مع كابتن حسن احمد خالد في الفقره الحواريه، انتظروها ان شاء الله يكون فيها كلام كتير، يمكن اتصور ان اول مره يتقال في اي برنامج رياضي. هنروح لاخبارنا ونبتدي كره اليد. بكره مباراه القمه باذن الله، مباراه الاهلي والزمالك على صاله مجمع الدكتور حسن مصطفى ب 6 اكتوبر في الجوله الخامسه من الدور الثاني في دوري المحترفين. الماتش هيكون الساعه 8:30. اول الدوري حتى الان نادي الزمالك برصيد 17 نقطه، يجي وراه نادي الاهلي، الزمالك متصدر 17 نقطه، الاهلي يجي وراه في المركز الثاني برصيد 15 نقطه. طيب مين ست فرق اللي بيلعبوا دلوقتي؟ الاهلي والزمالك وسموحه والبنك الاهلي طلائع الجيش وسبورتنج. طيب مباراه بكره مهمه جدا، مهمه جدا، لازم ان شاء الله بكره لعبتنا تبقى مركزه. انا عندي ثقه الحمد لله، يعني حالتنا الفنيه كويسه، حتى الماتش اللي احنا يعني تعادلناه مع سبورتنج كان برضو ما كناش بالسوء اللي هو يعني كنا ممكن نكسب من الاخر. الفكره كلها انه وشفنا ماتش سموحه وشفنا ايضا مباراه طلائع الجيش، الاثنين كانوا على ملعبنا سموحه وطلائع الجيش، فشفنا المباريات دي قد ايه احنا كنا الحمد لله في حاله جيده. نتمنى بكره التوفيق، نتمنى يا رب اللعيبه تبقى مركزه، نتمنى ان يبقى يعني نبقى نازلين ان احنا ما فيش عندنا يعني زي ما بيقولوا اختيار تاني، يا الفوز يا الفوز. فان شاء الله كلنا ثقه في اللعيبه وثقه في الجهاز الفني ان شاء الله، وبنطلب من جمهور النادي الاهلي دعم الفريق طبعا في كل مكان، في السوشيال ميديا وحتى لو حد يقدر يوصل للمدربين او اللعيبه ندعمهم بكل قوه ان شاء الله. مباراه مهمه جدا، كل التوفيق باذن الله لفريق كره اليد الرجال بكره ان شاء الله. هنروح لكره السله. كره السله كان امبارح مباراه الاهلي والاتحاد، خسرنا يمكن في اخر وقت، الاتحاد في المركز الاول ويجي النادي الاهلي في المركز الثاني. الحقيقه احنا متساويين في عدد الخساره، يعني يمكن الاتحاد خسران 3 مباريات، النادي الاهلي خسران 3 مباريات، ولكن المواجهات المباشره هنا هي اللي كانت المعيار او الريفرنس او المرجعيه في الترتيب. الاهلي هيلاعب الفتره او بعد ما نرجع ان شاء الله هنلعب مصر التامين. هنلاعب مصر التامين ده في الدور الثمانيه، خلاص دي ادوار اقصائيه، هتلعب بيست اوف 3 ان شاء الله، وبعد كده تطلع على الدور قبل النهائي بيست اوف 5، وبعد كده النهائي باذنك يا رب بيست اوف 5. طب مين في طريقنا؟ في طريقنا الفائز يعني ان شاء الله مصر التامين هتخطاها باذن الله،
عندنا اللي هيتخطى هيروح يلاعب ان شاء الله مباراه الفائز من الجزيره وسبورتنج. الناحيه الثانيه هيكون غالبا الاتحاد والزمالك، وبعد كده نوصل على الفاينل. ولكن الحقيقه انا عايز اتوقف على شويه حاجات الحقيقه عايز اتكلم عنها عن مباراه امبارح. انا الحقيقه شايف انه لابد ولازم عشان تنجح بطوله الدوري لازم استقدام حكام اجانب في المباراه النهائيه. مع كل الاحترام للحكام المصريين، والله العظيم لا اقلل ابدا، بالعكس في حكام على قدر عالي جدا 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 من الكفاءه، ولكن الضغوط اللي بتحصل على الحكام المصريين رهيبه. لو سمحت يا جماعه يعني يا ريت يبقى في حكام اجانب. انا بقول نصيحه وليس حاجه ما تقولش عشان يقول لك اصل هيثم. انا بقول نصيحه شخصيه، انا بقولها، هيثم اللي بيقولها، ولا ده توجه ولا قال حد، ولا انا بقول وجهه نظري كلاعب منتخب مصر سابق وشايف الحكام. لا شايف ان هيبقى في ضغوط جامده، الانديه صرفه والانديه حاطه ميزانيات كبيره جدا، مش عيب. احنا مدرب منتخب مصر كندي، مدرب منتخب مصر كندي، مدرب منتخب الكوره كيروش، مستر كيروش، يعني ما فيش مشكله لما اجيب حكام البرتغالي كيروش، ما فيش عندي مشكله خالص لما اجيب مين، لما اجيب حكام اجانب اتعلم منهم، ما فيش مشكله. يا ريت يبقى في حكام، لو انت عايز الدنيا تمشي صح ويعني زي ما بيقولوا بشفافيه، حكام اجانب. يا جماعه دول بالظبط هيبقوا 5 6 ايام، 10 ايام الحكام الاجانب، مش احنا ما بنتكلمش في حكام هيجوا يحكموا موسم، خلاص الموسم راح بحلو ومره، اللي جاي مهم. ليه؟ احنا شفنا امبارح حقيقه يعني تايم اوت، والتايم اوت ده محتاج تفسير. كابتن مرعي امبارح راجل مدير فني محترم وراجل انا بعزه جدا شخصيا، وراجل من الناس اللي عملت اسمها، خلاص مش محتاج اتكلم عنه يعني الحقيقه، نتائجه عملت اسم. ولكن في التايم اوت امبارح وكلنا سمعناه، قال الحقيقه تصريح او قال يعني توجهات للعيبه، الحقيقه كانت بالنسبه لي صدمه، كانت بالنسبه لي صدمه ومحتاجه تفسير من كابتن مرعي الحقيقه. قال لو اهاب امين فات يتكون. الحقيقه الموضوع ده حقيقه يعني اكيد كابتن مرعي ما يقصدش، لان كابتن مرعي انا اتصور يعني اتصور كابتن مرعي مرن ايهاب امين في المنتخب كمدير فني منتخب مصر، والراجل ايهاب امين داخل على تصفيات كاس العالم، وهو انا بقول يعني اهم لاعب في مصر دلوقتي هو ايهاب امين، واحسن لاعب في مصر دلوقتي ايهاب امين، مش انا بقول الارقام اللي بتقول. فايهاب امين لما كومه في مباراه زي دي، طب ما هو مش هيلعب مع منتخب مصر. ثم احنا دايما دايما الرياضه يعني زي ما بيقولوا اللفظ نفسه صعب شويه، وكلنا سمعناه والفيديو موجود على ما نقدرش طبعا نزيقه عشان دي حقوق. تايم اوت واضح، لو ايهاب امين فات يتكوم، فده محتاج تفسير، لان انا كلاعب بتلقى الكلام ده في التايم اوت قد افهم الكلام غلط، قد افهم ان انا وشفنا بعديه فاول، ما اعرفش بقى مش هنتكلم في صحه الفاول او مش صحته، فاول اتحسب متعمد ضرب لايهاب امين، انا مش انا اللي صفرته، عشان بس ما تقولش ان هيثم هو اللي بيقول، لا الحكم صفر ان ده فاول متعمد وهاب امين شاط رميتين بعديها على طول، بعديها على طول. الناس هتقول لك اصله رامي ما ضربوش، انا ما بتكلمش على صحه، انا بتكلم على الحكام صفروه، الحكام صفروا فاول متعمد ضرب مع ايهاب امين بدون كره. طب يعني محتاجين تفسير. كابتن مرعي حضرتك راجل يعني كبير وراجل نجم يعني في التحكيم في الـ في الـ في الـ في الكاتشانه، وكنت لاعب كبير كمان يعني، مش بس راجل يعني هيد كوتش، عملت تاريخك مع انديه كتير، ولكن الموضوع ده محتاج تفسير من حضرتك يا كابتن مرعي. طيب معلش كنت محتاج اتوقف، لانه يعني انا بخاف على اللعيب، لان اللعيب ده انا كنت في يوم من الايام بلعب وكنت ببقى قلقان على نفسي ان انا اتعور او بتاع، فمحتاجين تفسير ومحتاجين الدنيا تبقى في يعني، مش هي الموضوع رياضه في الاول والاخر. طيب هنروح لبرضه كره السله، ولكن منتخب مصر في انا لو تفتكروا في الاستوديوهات التحليليه قلنا لكم انه اخر مره منتخب مصر كان في 4 من النادي الاهلي، ولكن بعد الاداء ده مش هيبقوا 4، وكلامي الحقيقه الحمد لله تم او ثبت بالفعل، 7 لاعبين تم استدعائهم لمنتخب مصر، 7 لاعبين. ده طبعا الهيد كوتش روني، مدرب روني رانا مدرب الكندي منتخب مصر، دي هو قدام الاوتيل او اوتيل ده طبعا مهندس عادل ابو طالب نائب الرئيس، والكوتش ووائل لطفي المدير الاداري لمنتخب مصر واقفين معاه طبعا بيلتقطوا الصور اول ما وصل الاوتيل. كل التوفيق طبعا للمدير الفني الجديد، دول قائمه منتخب مصر اهي نزلت على صفحه الاتحاد، 7 لاعبين راحوا من منتخب مصر من النادي الاهلي، دول في التجميع هم 28 لاعب، هيتاخد طبعا 12، بس انا اتصور مش هيبقى 4 بس من النادي الاهلي جوه ال 12، لان الاربعه الاخرى كانوا مين؟ كان ايهاب امين وعمر طارق وعمر الجندي وعمر عازب، راح فوقيهم 3 كمان، احمد اسماعيل وسيف سمير واحمد حمدي. احمد حمدي ما اعرفش هيجي ولا مش هيجي، يعني هو وجوده الحقيقه بالنسبه لي انا مش متاكد، هل في اتصال حصل معاه؟
هو استدعاه، هل بقى احمد حمدي هيبقى موجود؟ هو شاف احمد حمدي وعارفه، هل بقى احمد حمدي هيجي من امريكا؟ الله اعلم. هل في اتصال حصل مع احمد حمدي عشان ينزل اسمه في اسامي المجموعه اللي موجوده؟ ما اظنش، لان هو لو كان يقدر يجي كان جه مع النادي الاهلي، لان وجوده مع النادي الاهلي هو ده عقده، وهي دي فلوسه، يعني هي دي الكارير بتاعه. فهو لو كان يقدر يجي كان هيجي مع النادي الاهلي اللي جد. بس انا اتمنى انه يجي، لانه لو جه مع منتخب مصر فده مؤشر ان احمد حمدي ممكن يكون معانا. بس يعني الحقيقه ما اعرفش، اشك. طيب تجميع المنتخب هتبتدي امتى؟ هتبتدي بكره الثلاث. حلو الكلام. ما اعرفش لعيبه الزمالك هيبقوا موجودين ولا لا، لان لعيبه الزمالك لعيبه الزمالك هيروحوا يعملوا قياسات بدنيه وينضموا لمعسكر نادي الزمالك عشان بطوله الانتر كونتيننتال فيبا اللي هتتلعب ان شاء الله في 11 12 13 فبراير اللي جايين. يعني المنتخب هيتجمع ويتمرن بدور لعيبه الزمالك. لعيبه الزمالك اتصور هياخدوا، هيلعبوا 11 12 13، هياخدوا راحه 14 وينضموا للمعسكر 14 بالليل، يبقوا يوم 15 موجودين. ولكن الدنيا ضيقه. طب تصفيات كاس العالم امتى؟ اخر شهر فبراير، 25 26 27 28. فهنسافر مثلا نقول اصلها في السنغال في داكار. داكار عامله صاله هناك حدوته، عامله صاله حدوته هناك. فطبعا السنغال هتروح هتروح اواخر 20 وتحاول تعمل ماتشات وديه. بس انا اشك ان ممكن يتعمل ماتشات وديه. يعني انت رايح مين هناك؟ اصل هو اللي رايح لا، بس اقول لكم على حاجه، لا ممكن يبقى في ماتشات وديه. هتقول لي ازاي؟ الويندو بتاعت المجموعه الثانيه بتلعب في السنغال برضه، فانت هتلعب مع الويندو الثانيه. يعني احنا في اربع مجموعتنا اربعه، وفي اربعه ثانيه مجموعتين، انت مجموعه ثانيه بتلعب. يعني تصفيات دكار لو تفتكروا مداخله رئيس الاتحاد الافريقي لكره السله اللي كان معانا لما قال انه هيبقى المجموعتين في دكار، والمجموعتين اللي في دكار ممكن منتخب مصر يعمل ماتشين او ثلاثه مع المجموعه الثانيه، ودي فرصه كويسه ان المنتخب يعني ماتشات نار، ماتشات نار، ربنا يكون في عونهم يعني بصراحه. والاعداد ضيق، بس احنا عندنا ثقه ان شاء الله في منتخب مصر. طيب طبعا المدير الفني الكندي، معاه طبعا المدير الاداري كابتن وائل لطفي، ومعانا طبعا مدرب او مطور، مدرب مساعد ومطور الاداء اللاعبين اكاتشي اوكوبو، تمام. ومعانا مدرب عام وائل بدر، ومحمد سليم سولي مدير فني المصري للاتصالات مدرب عام، ماجد سلامه محلل الاداء، احمد فوزي مدرب طنطا مدير فني طنطا مدرب مساعد، فادي هاني مدير فني سموحه مدرب مساعد، سام ريفين اخصائي تاهيل فني وبدني هو جاي بيه كمان، روشي بنشي اخصائي تحليل الاداء واللاعبين هو جاي بيه كمان، جاي بجهاز فني كامل، احمد يحيى طبيب المنتخب، علي موسى مدلك، وسامح صلاح اداري، ومحمد ربيع مدير اداري، ومحمد ربيع اداري. ده كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر، ونتمنى التوفيق طبعا لان احنا محتاجين نطلع كاس عالم. مجموعتنا صعبه، صعبه مستحيله، لا مش مستحيله، لازم نطلع بنقاط محترمه من المجموعه دي عشان هنرد على مجموعه تانية اصعب واصعب. بس ان شاء الله كلنا ثقه في منتخب مصر والجهاز الفني الجديد باذن الله. هنرجع تاني النادي الاهلي. النادي الاهلي عندنا فريق السيدات لكره السله بيستعد مع كابتن علي هاشم لانطلاق الدور الثاني من دوري السوبر في الادوار الترتيبيه لدوري السوبر. اول مباراه هيكون مع مين؟ مع نادي الشمس يوم السبت اللي جاي باذن الله. الماتش هيبقى على صاله نادي الشمس، ده اول مباراه من السبعه اللي هنلعبهم في العوده. الرجال سبق السيدات، الرجال خلصوا الدور الترتيبي، السيدات هتبتدي الدور الثاني في الدور الترتيبي. طب احنا خلصنا الدور الاول في ايه؟ الدور الاول احنا خلصنا في المركز الاول برصيد 13 نقطه متساويين مع سبورتنج وليوبلس. الدور ده هيحسم مين اول ومين ثاني، وده مهم جدا، اتمنى يا اول يا ثاني عشان ما نصطدمش مع سبورتنج في قبل النهائي. كل التوفيق لكابتن علي هاشم واللاعبات. طيب هنروح للكرة الطائرة. هنروح لكرة الطائرة. كرة الطائرة عندنا ربع نهائي مع سبورتنج بكرة إن شاء الله. المباراة تتلعب في سبورتنج، مباراة صعبة. هتلعب ماتشات الكؤوس وما أدراكم الكؤوس ومفاجأتها. فماتشنا بكرة مع سبورتنج. إحنا لعبناهم يعني ماتشين رايح جاي في المجموعات وكسبنا الماتشين 3-0، ولكن الكأس أمر تاني. طيب لو كسبنا المباراة سبورتنج إن شاء الله هنطلع عليها نقابل الفائز من بتروجيت والظهور. بتروجيت غالبا، مع احترام لنادي الظهور طبعا، أنا بتكلم على نتائج الدور أو من الدوري، نتائج الدوري بتروجيت عامل نتائج أحسن وتأهل للدور التاني. يعني بتروجيت من أقوى 12 فريق، الظهور لا.
تمام. فان شاء الله كلنا ثقه في فرقتنا، وفرقتنا عايزه ترجع الكاس، لان الكاس الحقيقه احنا خسرناها السنه اللي فاتت. فهو زي ما شفنا في كل يعني الاستوديوهات التحليليه واللقاءات الملعب، الكاس بطوله رايحه عايزين نرجعها. الدوري طبعا امر مفروغ منه، عايزين نحافظ على اللقب، ولكن الكاس يخصنا عايزين. طيب الناحيه الثانيه، السيدات كانوا بيلعبوا ثمن النهائي او ربع النهائي مع نادي ديلفي. كان المفروض الماتش هيتلعب في صاله بايونير في اسكندريه، ولكن ديلفي اتسحب. الحقيقه ما عنديش اخبار ليه اتسحب. هل بقى اصابات كورونا بعد الشر يا رب، ولا انسحب ليه؟ ما اعرفش، ما عنديش فكره. ولكن اللي انا عارفه ان هم انسحبوا، فكده النادي الاهلي تاهل لنصف النهائي ولدور الثمانيه. انا اسف، الماتش اللي فات كان في دور ال 16. هنلاعب دور الثمانيه مين؟ هنلاعب نادي هليوبلس، برضو ماتش يعني ان شاء الله يعني مش سهل. واللي فاز على فريق نادي الاتحاد، يعني هليوبلس فاز على نادي الاتحاد، على فكره عامل فرقه سيدات كويسه. والدوري متوقف دلوقتي وهيرجع تاني يوم 7 فبراير باذن الله، يعني خلاص كلها ايام ويرجع تاني الدوري من جديد. هنروح للعيبه الكاراتيه السته اللي كانوا مع منتخب مصر او لاحوا من النادي الاهلي منتخب مصر، ثلاث ميداليات منهم، ثلاث لعيبه منهم خدوا ميداليات. نجوم النادي الاهلي ولاعيبه منتخبنا الوطني الكاراتيه حققوا ثلاث ميداليات برونزيه في بطوله سيريس اي او السلسله اي الدوليه، واللي بتتلعب دلوقتي في اسبانيا. الثلاث برونزيات دول جم عن طريق ايه هشام بعد فوزها على بطله اسبانيا في منافسات الكاتا، والبرونزيتين التانيين كانوا من نصيب منتخب الكاتا الجماعي سيدات. حاجه ما شاء الله، كانوا معانا الابطال دول، والحقيقه بطلات دول حاجه يعني جامده جدا. قائمه المنتخب الاول من الكاتا نهى عمرو، ايه هشام، واسماء محمود، والاثنين الاولين من النادي الاهلي نهى عمرو وايه هشام، وكانوا ضيوفنا في حلقه من الحلقات. واسماء بتلعب في نادي طلائع الجيش، وهما بيلعبوا مع بعض بقالهم فتره خلي بالكم. اما قائمه المنتخب الثاني فبتضم قائمه اهلاويه خالص، وهم شاهد الصديق وناديه السيد وحبيبه احمد، الثلاثه اهلي. الكاراتيه المصري حط نفسه في مكانه تانية، وهو فرض نفسه بنتائجه على مستوى العالم في الفتره الاخيره. الحمد لله النادي الاهلي ليه بصمه كبيره جدا، بدليل ان طبعا الاتحاد الدولي نفسه جه زار اكاديميه النادي الاهلي للكاراتيه، لانه الحقيقه يعني حاجه يعني مفخره لكل اهلاويه. طيب خلصنا اخبار النادي الاهلي، خلينا نروح للاخبار المحليه. الاتحاد الافريقي يعلن جدول مباريات امم افريقيا لناشئين اليد، ناشئات اليد. انتوا عارفين طبعا ناشئات اليد 2002 و2004 عندهم بطولات افريقيا. مسؤولين الاتحاد الافريقي لكره اليد برئاسه البنيني منصور اريمو اعلنوا جدول ماتشات البطوله كاس امم افريقيا رقم 17 للناشئات تحت 18 سنه مواليد 2004، واللي هتستضيفها غينيا في الفتره من 26 فبراير ولحد 6 مارس 2022. مصر مع سيراليون لحد 27 فبراير، مصر مع غينيا بيساو يوم الاثنين 28 فبراير، مصر مع جامبيا يوم الثلاثاء 1 مارس، مصر مع الجزائر يوم الخميس 3 مارس، مصر مع غينيا يوم الجمعة الموافق 4 مارس. منتخبنا يستعد للبطولة دي بمعسكر في بولندا من 10-17 فبراير. ويضم الجهاز الفني بقى مين الجهاز الفني المنتخب؟ كابتن محمد فرغلي مدير فني، كابتن شريف الشامي مدرب عام، أبو بكر صلاح أو كابتن أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس المرمى، محمد سليمان محلل أداء فني، حفني عبد المقصود مدرب الأحمال، شيرين منصور مدير إداري، الدكتوره منى طلاب بدوي اخصائيه العلاج الطبيعي. انا الحقيقه الخبر ده اسعدني جدا، وده ممكن تكون نواه المنتخب مصر الكبير للسيدات، بس المهم الاستمراريه. مش هروح ما اعملش نتيجه وارجع اقول لا خلاص بقى كفايه كده انا خدت فرصتي، لا نستمر. منتخب الصغيرين يكمل والمنتخب الكبير يكمل، 3-4 سنين هنلاقي نتيجه. انما اروح اخسر ما اعملش نتيجه اقول لا شكرا سلام عليكم، لا. وانا اتصور ان اللجنه اللي موجوده دلوقتي او اللي بتدير الاتحاد، لا الحقيقه يعني ده هدفها. طيب هنروح لتاجيل البطوله العربيه لناشئي اليد بسبب اعتذار اربع منتخبات. البطوله العربيه لناشئي اليد في اربع منتخبات اعتذروا، مين هم؟ عندنا العراق، سوريا، الجزائر، الكويت. العراق، سوريا، الجزائر، الكويت يعني اعتذروا عن البطوله، فالبطوله العربيه لناشئي اليد تم الغائها او تاجيلها. مسؤول الاتحاد العربي لكره اليد قرروا تأجيل البطولة العربية لناشئي كرة اليد مواليد 2004، واللي كان المفروض تلعب في الأردن من 1 حتى 11 فبراير اللي جاي. وزي ما قلت لحضراتكم أربع منتخبات اعتذروا، وده أمر طبيعي. اعتذروا ليه؟ ما أعرفش، أنا أتصور برضو كورونا، ما يعني ما عملوش أداء كويس، 100% كورونا يعني. هم كمان بلغوني كورونا زي ما أنتم شايفين، الموضوع يعني إيه برضو مقلق لبعض اللعيبة والمنتخبات والاتحادات بتخاف تسافر في الجو ده. منتخبنا بيدربه كابتن مجد ابو المجد، وبيعاونه كابتن محمد وكابتن مجد ابو المجد، ليه خبره وكاس عالم، بطل عالم قبل كده، كابتن محمد عبد السلام ريشه في منصب المدرب العام، كابتن محي صلاح كمدرب حراس مرمى، ده كان مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي وراح المنتخب، والحقيقه يعني احترامنا ده، كابتن محمد عبد المنعم مدير اداري، دكتور عمرو عصام اخصائي علاج طبيعي.
الخبر اللي معانا بعد كده، فارس دسوق يصعد لنهائي موتور سيتي المفتوح على الاسكواش. طبعا ده خبر كويس ان انت تلاقي مصريين دايما في فاينلز الاسكواش. فارس دسوقي لاعب منتخبنا الوطني سكواش ونجم نادي سبورتنج صعد لنهائي بطوله موتور سيتي المفتوحه اللي بتتلعب في الفتره من 26 لحد 30 يناير اللي احنا فيه، مجموع جوائزها 80,000 دولار. فارس كان فاز قبل النهائي على زميله في المنتخب ونجم هليوبوليس طارق مؤمن، وجاءت نتائج الاشواط 11-7 11-11 11-7 9-11 11-4 11-5، يعني نتيجه 3-1. والماتش استمر 48 دقيقة وده كتير في الاسكواش. فارس في النهاية يلعب مع ديجو الياس لاعب منتخب بيرو، بيرو عندها اسكواش كويس بالذات في السيدات، واللي فاز ما فاز على النيوزيلندي بول كول حبيبنا بول كول يعني بنفس النتيجة. طيب هنروح لخبر الحقيقة ان شاء الله نسمعه يعني يا رب مع منتخب كرة السلة. مصر تتوج ببطولة افريقيا لكرة السلة للكراسي المتحركة وتصعد لكأس العالم، 1,000,000 مبروك. انا الحقيقة كنت متابعه المنتخب المصري رجال كرة السلة للكراسي المتحركة، فاز ببطولة افريقيا واللي اتلعبت في اثيوبيا في فترة من 20-30 يناير. المنتخب كان فاز في النهائي على منتخب جنوب افريقيا بنتيجة 80-58 في مباراة كانت صعبة جدا. منتخبنا بعد فوزه ده هيطلع في كأس العالم اللي جاي هتكون في الامارات. المنتخب وصل مصر النهاردة الصبح وكان في استقبالهم وفد من وزارة الشباب والرياضة من اللجنة البارالمبية المصرية. 1,000,000 مبروك يا ابطال، الحقيقة حاجة تشرف جدا، ونتمنى ان شاء الله نسمع الخبر ده مع فريق كرة السلة يعني الأسوياء، لأن الحقيقة بقالنا كتير يمكن من سنة 82 منتخب مصر ما خدش بطولة أفريقيا، وأيضا بقالنا فترة ما تأهلناش لكأس العالم. كده أخبارنا خلصت، خلينا نطلع لفاصل ونستقبل نائب رئيس الاتحاد المصري رجبي، هنعرف منه كل شيء عن الرجبي وإزاي، واللي عايز يلعب رجبي هيلعب إزاي ويخش فين أو ينضم لأي نادي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي او ضيوفي اللي منوريني في الاستوديو، الكابتن حسن احمد خالد نائب رئيس الاتحاد المصري للرجبي ونائب رئيس الاتحاد العربي ايضا للرجبي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا، منورنا في قناه النادي الاهلي. شكرا يا فندم. منورنا في الاستوديو ايضا لاعبه الجامعه الامريكيه ومنتخب مصر روان طارق. اهلا بيك يا روان. اهلا. لاعبه الرجبي طبعا. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع للتقرير عملناه مخصوص عن الرجبي المصري، نشوف ورجع لحضراتكم تاني. بعد فترة طويلة من التجارب والمحاكاة من أجل الوصول إلى منتخب رجبي مصري، شهدت الرياضة المصرية حدثا مميزا بتشكيل منتخب مصر تحت قيادة فنية مغربية ضمن خطة وضعها الاتحاد حديث التأسيس برئاسة المهندس حسام صاحب، يحاكي المنتخبات العربية والإفريقية في الرجبي تمهيدا للظهور الأول لمنتخب الرجبي في البطولات الدولية. وكان العام الماضي مليئا بالأحداث للعبة الناشئة، حيث استضافت مدينة الإسكندرية البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات في سباعيات الرجبي خلال الفترة من 12 وحتى 13 من فبراير الماضي، وشارك فيها 8 منتخبات عربية للرجال هم مصر والإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، وأربعة منتخبات للسيدات هي مصر والإمارات وسوريا ولبنان في البطولة التي أقيمت على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. وشهدت البطولة العربية للرجبي توهجا مصريا كبيرا بعدما نجح منتخب الرجال في حصد الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد تغلبه على منتخب لبنان بنتيجة 14-0، كما حصل المنتخب المصري للسيدات على الميدالية الذهبية بعد تغلبه على منتخب سوريا بنتيجة 31-0. كما استضاف الاتحاد المصري تصفيات شمال إفريقيا والتي شهدت أول مشاركة رسمية لمنتخب مصر في البطولات الإفريقية خلال فترة من 17 وحتى 19 من ديسمبر الماضي، حيث يتنافس أربعة منتخبات منهم على مستوى الرجال هم مصر وتونس والسنغال وليبيا، بينما يتنافس على مستوى السيدات ثلاثة منتخبات هي مصر والسنغال والجزائر. وحصد منتخب الرجال على المركز الثالث بعد فوزه على نظيره الليبي بنتيجة 24-10، بينما حل نصور قرطاج في الصدارة بعد الفوز على المنتخب السنغالي والذي جاء ثانيا.
وعلى صعيد السيدات حصد المنتخب السنغالي ذهبية البطولة بعد فوزه على منتخبي مصر والجزائر، فيما حقق المنتخب المصري المركز الثاني والميدالية الفضية بعد فوزه على نظيره الجزائري. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اجي لك كابتن حسن، يعني الرجبي طبعا لعبه من الالعاب الجديده على مصر. يعني مزبوط. احنا بنشوفها دايما بره ولكن يعني ابتدينا الفكره جت منين ان احنا ناسس اللعبه دي في مصر؟ بص، هي اللعبه كانت موجوده في مصر من يعني احنا عندنا صور تذكاريه لماتش فريق ما بين فريق نيوزيلندا ومنتخب مصر اللي هو كان مختلط ساعتها سنه 1942 في استاد اسكندريه. يعني فاللعبه كانت موجوده في مصر، موجودة. بتمارس من قبل الجاليات الاجنبيه وبشكل طبعا اقل من مصريين مختلطين يمكن بالجهات الاجنبيه، بس اللعبه موجوده في مصر من ساعتها. دي صوره تذكاريه موجوده في استاد اسكندريه وتمت ممارستها بالشكل ده وبشكل ودي في تجمعات اجتماعيه اكتر ما هي رياضيه. يمكن عشان الوقت ده كان الانجليز موجودين في مصر، موجود في مصر حتى بعد ما مشوا. في كان في نادي القاهره للرجبي متاسس من الستينات، ده بقى نادي اجتماعي ولغايه دلوقتي موجود الى الان، وبيمارس اعضاء بيمارسوا رياضه الرجبي وبيقوموا بسفريات، يروحوا يسافروا يلعبوا في كذا حته باسم يعني موجود في النادي. موجود في النادي والناس موجوده طول عمرها حتى، وكان في دايما نادي مختلط ما بين مصريين واجانب. نعم. الوضع اختلف من اول ما ابتدت اسكندريه يبقى فيها نادي للرجبي، ده يعني انا فخور من كنت من الجيل ده بقى فيها نادي الرجبي برده كان مختلط، بعد كده زاد نسبه المصريين، بعد كده بقى في ماتش شهري ما بين فريق اسكندريه وفريق القاهره، وده كان الماتش الوحيد اللي بنلعبه يعني السنه كلها. لا كنا كل شهر بس كل شهر يعني مش قصدي يعني الفريقين بيلعبوا طول السنه. هم مفيش غيرهم. تمام. بعد كده الموضوع ابتدى يكبر، ابتدى يبقى فيه زخم كبير فتحصل لاسكندريه كذا فرقه اتكونت في نادي الطيران وغيره، وفي القاهره بقى في نادي في الجامعه الامريكيه اللي هو دلوقتي النهارده روان ثالث تقريبا بيلعبوا هناك. فبس وبعد كده ابتدى ان احنا نتحرك ان احنا ننظم نفسنا بشكل افضل، احنا عايزين ناسس نفسنا كاتحاد رسمي، وابتدت بقى مشوار طويل بقى. اسستوا الاتحاد امتى؟ الاتحاد اشهر رسميا في 23 ابريل 2017. يعني وكنا واخدين عليه قبليه موافقه شفويه. ابريل اللي جاي من 5 سنين بالظبط. فاحنا حضرنا اول، عملنا اول انتخابات، كان اول واحده كان طبعا قرار لغايه الدوره الاولمبيه، بعد كده خدنا 4 سنين والنهارده لسه مخلصين انتخابات تاني مجلس انعقاد. بالظبط. طب هو انتوا اتحاد اولمبي ولا جنبه؟ اتحاد اولمبي. الرجبي لعبه اولمبيه زي ما انت عارف، اتلعبت في دورتين اولمبيين اللي فاتوا. طب انتوا ليكوا يعني هيبقى لكم اتحاد ليكوا صوت في انتخابات اللجنه الاولمبيه اللي جايه؟ طبعا خلاص. اتحاد احنا احنا لعبه 29. لعبه 29 صحيح. ويمكن احنا كنا قلنا الكلام ده وكنا قلنا ان في 4 العاب يمكن ما تاهلتش في الاولمبيات، مش عشان هي لا عشان لسه بادئه، كنا قلنا اتكلمنا عن الرجبي احد هذه الالعاب. بس خلينا نروح لروان. روان، يعني ليه الرجبي؟ انا طول عمري وانا صغيره وانا بحب العب رياضه، وكنت بلعب باسكت وكنت بلعب تراك اند فيلد وكنت بلعب كذا حاجه، ولما دخلت الجامعه بقى كان اول اسبوع خالص كل الفرق اللي في الجامعه بتعمل تراي اوتس عشان ناس تنضم للفريق. كنت بتلعبي باسكت في الاهلي؟ لا كنت بلعب في المدرسه. في المدرسه يعني على مستوى المدرسه. طيب ولما دخلت بقى شفتهم بيعملوا تراي اوتس للفريق ورحت اتفرجت على تمرينه فالموضوع عجبني وبس، من ساعتها وانا ابتديت العب. يعني انت اول حبيت اللعبه جوه الجامعه الامريكيه؟ اول سنه الجامعة. رحت لقيت في تراي اوت يعني بيجربوا الطلبه. أيوة. والطالبات. طيب وكان في ناس سابقينك طبعا في الفريق؟ ايوه طبعا. ما لقيتيش انت تلعبي مع ناس اكبر منك وخبره عنك؟ لا، علشان هي لما اول ما بتدخل الفريق هم بيبقوا حريصين جدا ان هم يعلموك البيسكس، وبتفضل 3 4 شهور في فيز ان انت بتتعلم الرياضه من اولها خالص. صحيح. ولما بقى بتبتدي تلعب مع اللعيبه اللي في الفريق بتبقى اوريدي انت اتعلمت الحاجات ووصلت لليفل اللي انت عارف تلعب معاهم، فالموضوع بيبقى سهل عليك ان انت تتاقلم وتلعب معاهم. طب مش لعبه عنيفه على البنات شويه ولا عنيفه شويه على البنات اللعبه دي؟ هي طبعا لعبه عنيفه بس يعني بتبقى كونديشند ليها. وليها قوانين برضو يعني. صحيح. هي مش, طبعًا. مش, مش 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 مفتوحه، مش انت مش داخل يعني تنتحر يعني برضو. فهي ليها قوانين والقوانين دي بتخلي معدل الاصابات اقل. فبتتعلم بقى ازاي تلعبها صح، ازاي تتعكل صح، ازاي تقع صح علشان تحمي نفسك. طب مين اللي بيمرنكم في الجامعه الامريكيه؟ الكوتش بتاعي اسمه محمد توبجي. مصري؟ ايوه. يعني قصدي اقول ان هم مصريين اللي بيمرنوا فيها. في جيل دلوقتي يعني دلوقتي الجيل اللي بيدرب في النوادي كلها من المصريين، كلهم كانوا مثلا من الجيل بتاعي اللي هو ناس كانت بتلعب في الاول، دلوقتي يا زي حالتي بقوا مدرجيه، يا بقوا في المدربين ومشرفين على فرق او بيشاركوا حتى في الجهاز الفني المنتخب. بس مدير فني المنتخب مغربي صح؟
حاليا المدير الفني للمنتخب المغربي، بس احنا قبل كده كان برضو كان عندنا مدير فني منتخب مصري، وده من ضمن الحاجات اللي بنفخر بيها ان احنا كان عندنا منتخب مصري، كان واحد من اللعيبه القديمه قوي، يمكن كان اول لعيب في تعود كده بقى مدرب، وهو لغايه دلوقتي بيدرب يعني. طب ليه اخترنا المدرسه المغربيه؟ يعني انا اللي اعرفه يعني، معلش انا كنت بايام بلعب انا، وحتى لما كنت بنزل جنوب افريقيا عشان العب ماتشات هناك وكده، كنت بشوف دايما ماتشات الرجبي، وبالصدفه كده يعني كان جنبي اتنين لعيبه قعدوا جنبي، النحادي والنحادي لعبوا الرجبي ما شاء الله، هو العرض هو السمك. أيوة ما شاء الله. أيوة يعني كويسين جدا. طيب ليه المدرسه المغربيه ما احناش ليه مدرسه جنوب افريقيا؟ بص احنا دلوقتي لا جنوب افريقيا، ما انت برضو بتبص يعني، احنا لما مصر يعني لما حتى في اي رياضه ثانيه بتحاول تبص على الدايره الاقليميه بتاعتك، فين المنافسه القريبه بالنسبه لك، فين الناس المتقدمه، فده حاجه. فانت في مدرسه شمال افريقيا مرتبطه بمدرسه جنوب اوروبا، ودي ناس متقدمه في الرجبي. أيوة. منتخب تونس ومنتخب المغرب ناس عندها رجبي متاسس فوق 30 40 سنه، عندهم منتخبات، عندهم محترفين بره. فاحنا وخطه التطوير بتاعتنا احنا برضو لما بنضعها بنضعها مع المشاركه مع الاتحاد الافريقي، فبقى في توصيه برضو بشكل خبرات معين نقدر نكتسبه، الطريقه الجسمانيه بتاعت او الصفات الجسمانيه اللي غالبه في مصر تبقى اقرب لك ان انت تلعب بطريقه لعب فيها سرعه او فيها تكتيك اكتر من ان انت تلعب ناس بتلعب بيور باور او مثلا زي اللي بيحصل في جنوب افريقيا. فدي بتبقى مدارس احنا فعلا اخترنا المدرسه المشابهه لينا ايه عشان نقدر نستفاد منها. لازم فلسفه، لان بعد كده بتحكمك بقى فلسفه التدريب، فلسفه مين الخبراء الفنيين انت بتشتغل معاهم، هتروح تلعب تعمل معسكرات فين كده. ممتاز. طب روان يعني هتكملي؟ ان شاء الله. يعني مش لو خلصت دراسه في جامعه امريكيه ناويه تكمل؟ ايوه، هو اصلا معظم يعني دلوقتي معظم اللعيبه اللي في المنتخب متخرجين من الجامعه فعلا، يمكن يعني ما فيش غيري انا وثلاثه كمان اصغر ناس اللي لسه بندرس في الجامعه. طب سؤال، لو اتخرجتي من الجامعه فريق الجامعه نفسه ستيل بيلعب في الدوري يعني؟ يعني هو فريق نادي؟ ايوه هو الفريق مش لازم تبقى انت في لسه بتدرس عشان تبقى بتلعب فيه. نعم. ينفع بقى ما تتخرج، معظمهم كده اصلا بيتخرجوا وبيكملوا في الفريق عادي. طيب لعبت مع المنتخب صح؟ لعبت بطولات ايه؟ لعبت البطوله العربيه ولعبت الافريكان كواليفايرز. خدتوا تاني في الافريكان كواليفايد، وخدتوا في البطوله العربيه خدتوا اول. ايوه. الفاينل كان مع مين؟ في العربيه ولا في الافريكان؟ لا في العربيه. في العربيه الفاينل كان مع سوريا. سوريا. كسبناهم كام فاكره؟ بص احنا كسبناهم على الصفر والفرق كان كبير قوي فعلا. فانا يعني مش فاكر الرقم، بس هو كان على الصفر يعني، كانت 31-0. برافو عليك. على مذاكرين متابع. طيب قولي لي يعني لو حد بيتفرج علينا، وطبعا يعني ان شاء الله كتير يعني بيتفرجوا علينا، واكيد لعبه الرجبي انا من الناس كنت بحبها جدا الحقيقه وبحب اتابعها، تنصحني الناس تلعبها؟ طبعا انصح الناس انها تلعبها، بس قبل ما يلعبوها يفهموها يعني. حاسه ان دلوقتي مشكله الناس اصلا ما بتبقاش فاهمه هو ايه ده، ولا هما بيعملوا ايه من الاول خالص، فانصح ان هما يلعبوها وفي الاول خالص يبقوا فاهمينها ويبقوا جسمهم جاهز ليها فعلا. يعني ممكن طب يلعبوها على سن كام مثلا؟ انت بحكم انت لعبتيها كبيره، لعبتيها وانت في الجامعه، شايفه ان ممكن حد يمارس اللعبه دي وهو صغير؟ هما دلوقتي مثلا بيعملوا اكاديميز ان هما يعلموا الاطفال في المدارس. مين اللي بيعمل اكاديمي؟ الجامعه كامله؟ احنا في كذا حد في الجامعه عندنا، احنا كاتحاد بنرعى في مدارس اوريدي عندها اللعبه موجوده، وبنرعى ان احنا مع في برنامج ما بنعمله مع الاتحاد الافريقي تقديم اللعبه لاطفال المدارس. لا ما انا عايز 11 وانت بس انا عايز اتوقف عند حاجه. انتوا كاتحاد، انتوا حضرتك كلمتيني عن الانديه اللي بتشارك كفريق اول، خلينا ناخدها واحده واحده. تمام. الانديه اللي بتشارك كفريق اول كام نادي في مصر دلوقتي؟ دلوقتي احنا عندنا 8 فرق بيشاركوا في السبعيات، دول الرجبي السبعي، وفي 4 فرق للبنات بتشارك في صفه منتظمه في البطوله السبعيه، وعندك 4 فرق للرجال يعني بتلعب في ال15. ثانيه واحده، في عندنا نوعين من النشاط، سباعي و15. سباعي يعني 7 لعيبه في الملعب مظبوط، وال15 يعني 15 لاعب في الملعب مظبوط. احنا في السباعي 8 رجال و4 سيدات مظبوط. تمام. طيب في ال15 اربع رجال فقط، ما عندناش لان طيب. انت العدد الفرقه بتاعت ال 15 بتحتاج حوالي ما فوق ال 35 لعيب طبعا، لان هم اللي في الملعب 15 لازم ال 15 والاحتياطي والبتاع. طيب الاربعه اللي بيلعبوا ال 15، خلي بالك انا مركز معاك قوي، الاربعه اللي بيلعبوا ال 15 من الثمانيه اللي بيلعبوا ال 11؟ يعني من الثمانيه اللي بيلعبوا السبعه، اللي بيلعبوا السبعه يعني الاربعه اللي يعني في اربع انديه في مصر عندهم الفرقتين. بس في الولاد بس. بالظبط. طيب وده الملعب. طيب انتوا الملعب الرئيسي ليك كمنتخب مصر فين؟
احنا دلوقتي كان الفعاليات بتاعتنا كنا بنعملها دايما في الاستاد الفرعي بتاع برج العرب، يعني ده ملعب رئيسي. طبعا احنا دلوقتي بنحاول مع النهضه اللي بتحصل في الدوله، في الدوله، في المنشات الرياضيه وفي المدن الاولمبيه وبتاع، ان احنا يبقى برضو بما ان احنا منتخب اولمبي او للرياضه الاولمبيه يبقى لينا مكان على اللي هو الملعب الاولمبيه اللي هتبقى في مدينه اولمبيه، سواء اللي هيبقى في العاصمه الاداريه الجديده او في العالمين. طب هسال سؤال، الملعب بتاعكم هو ملعب كره القدم؟ الرجبي وكره القدم هي اصلا كانت لعبه واحده، بعد كده انشقوا، فهو الملعب بتاعنا في كمواصفات هو تقريبا ملعب كره القدم بالظبط، 100 يارده في 50 يارده، بس شويه الحاجات اللي بتزيد. ايوه، ناحيه الاوت او ناحيه الاوت من ناحيه الاجوال زي ما بنقول، ده بنزيد 5 متر من الشمال و5 متر من الجنوب، وفي الاوت مثلا بتاخد متر او اتنين عشان بس تلعب الاوت. طب وهي الجون جول كره القدم انتوا مثلا بتمرنوا نفس الملعب، ازاي بتشيلوا جول كره القدم بيبقى ثابت في الارض؟ احنا بنعمل نثبت في الارض، خلي بالك هو العرض مش فرق كبير، العرض مش فرق كبير، انت بتثبت العرضتين. وكان عملنا التجربه دي حتى قبل كده، كنا عملناها في استاد الجونه. يعني قصدي ينفع تلعب على ملعب كره القدم من غير ما تشيل اجوان كره القدم؟ لا لازم تشيلها، لازم تشيلها، ما انت عشان العرض. ما انا بقى انا قصدي كده. طيب ما هو الاجوان دي جوان كره القدم ما بتتشالش، بتبقى فيكسد في الارض. لا ما هي بتتثبت، الثانيه برضه بتتشال بطريقه معينه وبترجع تثبت. يعني دي في اليه معينه بتقدروا تتمرنوا على الاثنين. عملنا تجربه حقيقيه في استاد الجونه في اول بطوله عربيه. كنا عملناها هناك في استاد الجونه، وعملنا التجربه دي لايف يعني. والموضوع ده بيتهيألي هيديكوا، يعني انت هتستغل البنيه التحتيه بتاعت كره القدم في الموضوع كبير قوي. بس يعني طبعا حته عشان السيفتي برضو، ان انت عايز تلعب بطوله دوليه او عايز تلعب ماتش تبقى مامن على البطن ومتامن لسلامه اللعيبه، دايما لازم تتاكد ان حته الخمسة متر موجوده دي، عشان لو ما يحصلش فيها ان حد يطلع بره الملعب او يقع وكده. صحيح، فبرضو دي بتليمت عدد الملاعب اللي ممكن تلعبها. مش كل الملاعب كره القدم ينفع تلعبها. طب قولي لي يعني روان، انت يمكن ترتيبكم كام في الدوري انتوا مع جماعه من كده؟ لا احنا الاول. انتوا الاول، انتوا الاول على الاربع فرق. طيب وشايفه انه انت دلوقتي بقالك كام سنه مثلا؟ 3 سنين بتلعبيها؟ 4 سنين. شايفه انه اللعبه بتتطور، ولا شايفه ان الموضوع لسه ليميتد على مجموعه معينه وشكرا؟ انا شايفه انها كومبيت لاول سنه خالص انا بدات العبها. كده كده بتتطور، يعني كل سنه بتلاقي في يعني في امبروفمنت بتحصل من بالزبط. الاتحاد دايما بيحطوا افورت. فكره اصلا ان احنا لعبنا يعني لسه كنا بنلعب السنغال، فدايما بيحصل امبروفمنت، ولسه قدامنا مشوار طويل برده، بس احنا يعني بيبي ستبس. طب بس خلي بالك، يعني ده لما المدرب المنتخب يقول لكم انتوا بتتطوروا وبتتقدموا ماتش بعد ماتش، فده يعني مش بطوله بعد بطوله، لا ده انتوا جيم افتر جيم بتتطوروا. فبتهيألي ده يعني كلام مشجع جدا، صح؟ صح. انت بتضحكي ليه؟ عشان عرفت كده منين؟ لا علشان نجيبكم لما نذاكر كويس. بس هي الفكره انه يعني ده كلام لما يطلع من كوتش عنده خبره. ايوه طبعا. يبقى اكيد انتوا فعلا بتتطوروا، اكيد انتوا حابين ده. صح، هي اللعيبه كلها حابين قوي، وبتلاقينا كلنا في المعسكرات مستنيين المعسكر اللي بعده ومستنيين التمارين. فانا شايفه ان دي احلى حاجه في المنتخب عامه، ان مفيش حد مش عايز يتطور. طب انتوا كام لعيبه في المنتخب؟ يعني توتال بقى بعد ما فاينل وبتبقى التصفيات تحصل، انتوا كام لعيبه الكور بتاع المنتخب؟ 12 لعيبه. ايوه، يبقوا 7 ستارتنج وخمسه سبس. خمسه لان انتوا بتلعبوا السباعي. ايوه، السيدات بتلعب سباعي بس. ان هو ده النشاط اللي موجود في مصر. لا ده احنا لسه عندنا كلام بقى وهنقول، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن الرجبي. لو حد ليه اي استفسار عن اللعبه وعايز يعرف حاجه، والكوره جنبنا اهي يعني جاهزين، يبعت لنا على السوشيال ميديا واحنا هنرد على سؤال، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين كلامنا عن الرجبي المصري. اللي عايز يعرف اي حاجه عن اللعبه يتابعنا، لسه قدامنا نص ساعه نتكلم في كلام كتير. اروح لك كابتن حسن ناير رئيس الاتحاد، خطتك لنشر اللعبه اكيد بتبتدي بالسن الصغير، احنا اتكلمنا على الفريق الاول، ولكن انا عايز اسمع حضرتك بالنسبه للسن الصغير ايه خطتك؟ هو دلوقتي تاريخيا يعني، او مش لو لينا ان احنا نستخدم اللفظ ده، بس احنا دايما كان تركيزنا والريكروتنج او الجلب المواهب الجديده دايما كان بيبقى في سن الجامعه. يعني انا انضميت وانا في سن الجامعه، روانه هي في سن الجامعه، فدايما بتبقى الجامعه التارجت بتاعك، بتبقى الاساسي. هو ده المكان الاساسي لجلب اللعيبه الجديده، ناس مهتمه بالرياضه او
سابت رياضه وجايه تهتم، عايزه تهتم برياضه جديده، بيشوف الرجبي جسمه حلو بالظبط، جسم او عنده لياقه او عايز فبتاع، ويشوف ان برنامج الرجبي قد كده مثلا، في بطولات، في ماتشات طول السنه، في سفريات، في فين، فبتبقى حاجه ده 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 دايما بتبقى ايه محل الجذب الرئيسي. يعيبه حاجه واحده ان انت بتاخد اللعيبه في سن اكبر شويه من 18 وانت طالع بس. هاوفر انت برضو ممكن يكون طالع لك ناس من يعني ناس كانت زي مثلا روان كانت بتلعب اوريدي رياضه ثانيه، فهي جايه لك برضو عندها شويه كونديشننج، فيزيكلي كونديشننج، اه هتاخد شويه الانترودكشن وتكمل. فده اول حاجه. انا هقف على النقطه دي بس هسيب حضرتك تكمل. بس كمل دلوقتي اللي احنا بنعمله جديد، واللي يعني عملنا البرنامج ده مره ما كنت وفقش قوي، بس بنعيد اكتيفيشن بتاعه، اللي هو في برنامج مع الاتحاد الافريقي والاتحاد العالمي للرجبي اسمه جات انتو رجبي. جات انتو رجبي ده بالاساس بيستهدف الطلبه اللي في المدارس من سن 11 وانت طالع، ولاد وبنات. البرنامج في الاول بيأهل او بيقدم الرجبي للعيبه الصغيره دي بشكل مش فيهوش احتكاك بدني، هو مجرد اكتر ان هو حاجه فن، ان هو يتعلم قواعد اللعبه، يشوف فيديوهات، يتعلم ازاي يتحرك بجسمه وبالكوره، يتعلم المهارات الاساسيه بالتحرك بالكوره وبين غيرها. بشكل متعاونين في البرنامج ده؟ اه احنا في جزء من البرنامج ده. احنا السنه دي برضو في اوريدي مدارس موجوده، يعني انا في مصر اوريدي فيها فرق للرجبي، واحنا بنحاول نساعدهم ان هم، وفي بينهم بطوله اوريدي، في حوالي 8 مدارس بيلعبوا بينهم بطوله، واحنا بنحاول نساعدهم، بنحاول ننشر في مدارس ثانيه. فده دايما ده دايما خليني هم. بدون ذكر اسامي مدارس، دي مدارس دوليه وخاصه ولا مدارس حكوميه؟ دوليه. ممتاز دولية. ممتاز. طيب خليني برضو اقول حاجه، انه انت كلامك اللي انا شفته ده، وعايز الساده المشاهدين سامعيني دلوقتي، انه مش الرجبي لعبه تناسبك. انت لو عندك 18 17 سنه وحاسس ان انت مش قادر تلعب رياضه، الرجبي تناسبك، وعندك يعني هنقول لكم تشانلز ايه، وهنقول لكم الطرق ايه، وهنقول لكم الانديه اللي ممكن تروحها ازاي، وفرصه معانا طبعا كابتن حسام معانا في الاستوديو هيقول لنا، ومعانا عبر الهاتف ايضا كابتن حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي. اهلا بيك يا كابتن حسام. مساء الخير، ازاي حضرتك يا كابتن؟ الحمد لله. تهنينا لحضرتك طبعا على التاسيس للاتحاد، يعني ما بقاش جديد، بقى 5 سنين ده ما بقاش جداد، ولكن حضرتك شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ يعني حضرتك يوم بعد يوم حاسس ان الدنيا ماشيه معاك كاتحاد اولمبي في اللعبه الى الامام؟ طيب خلينا الاول نبارك لمصر وشعب مصر على الفوز العظيم اللي حصل النهارده في بطوله الامم الافريقيه، وكانت مباراه ممتعه وبصراحه حاجه مفرحه، ونفسنا بقى نشوف الرجبي باذن الله ماشي في نفس الطريق، طريق الانتصارات. الله يبارك في حضرتك يا دكتور. انا عارف طبعا الطريق لسه قدامنا طويل، لكن انا بمجهود طبعا الاتحاد والزملاء في الاتحاد واللعيبه والمدربين والاطقم الفنيه ان شاء الله متفائل باذن الله. ان شاء الله يا كابتن. طيب خلينا نتكلم عن الرجبي، يعني يمكن اكيد حضرتك متولي المسؤوليه وتطمح ان انت تنشر اللعبه، بتحلم في يوم من الايام تشوف ماتشاتها بتتذاع على التلفزيون، بتحلم بدوري قوي، يعني شايف انت الدنيا سنه بعد سنه بتبقى احسن معاك في هذا الاتجاه؟ اه طبعا اكيد، يعني احنا ان شاء الله في سنه 2021 السنه اللي فاتت اقمنا بطولتين في الاسكندريه، كانت بطوله عربيه في فبراير وبطوله منطقه ريجنال في الشهر 9، فالامور ماشيه كويس. طبعا مش هقول لك ان الطريق وردي، لان مفيش طريق مفروش بالورود طبعا، محتاج تعب ومجهود. هدفنا الاساسي هو نشر اللعبه، وان احنا نعمل قاعده كبيره من اللعيبه، لان هي دي القاعده اللي هتوفر لنا بعد كده منتخب واعد نقدر ننافس في الاولمبياد باذن الله. طب كابتن خليني اسالك عن يعني البنية التحتية، يمكن انت لعبة جديدة واكيد ليك مواصفات او مقاييس معينة للملعب، وكنت بكلم فيها مع كابتن حسن دلوقتي، واكيد برضو ليك اساليب تدريبية معينة، اجهزة اكويبمنت محتاجها، شايف يعني محتاج دعم اكتر من الدولة، ولا شايف الدنيا في تقدم في هذا الموضوع؟ طيب خلينا نتكلم، احنا عارفين اساسا ان مصر البنية التحتية الرياضية قوية جدا، صحيح، بالعكس الفترة اللي فاتت أضفنا ملاعب وأضفنا قرى أولمبية، وبالتالي البنية التحتية عندنا قوية، وزي ما بقول لك الناس بتوع الاتحاد الأفريقي لما كانوا موجودين في البطولة اللي فاتت كانوا بصراحة منبهرين بالموجود في مصر وتوافر الملاعب.
احنا الميزه عندنا ان احنا محتاجين ملعب كره قدم نجيله. ده نعم. موجود. نعم. محتاجين مش محتاجين اكويبمنت، بمعنى اكويبمنت لان اللبس يمكن باشمهندس حسن قال لك اللبس احنا لبس زي كره القدم او الهندبول شوز بتاعت كره قدم، فالتكاليف مش موجوده. اللي بنحاول نعمل مع بمساعده الاتحاد الافريقي والاتحاد العربي بنعمل دورات، الحمد لله المره اللي فاتت عملنا دوره مستوى اول وثاني للاطباء، عملنا دورات للمدربين للحكام. يعني انا لسه وصلني خبر دلوقتي ان في حكم من عندنا اسمه عمر بندق، هو طبيب، يعني احنا ما عندناش احتراف في اللعبه. نعم. هو طبيب بشري الحمد لله، مسافر تونس في البطوله العربيه هتتعمل 25 فبراير الحالي في تونس ما شاء الله، اترشح ان هو يبقى حكم اساسي في المباريات. واحده واحده الكوادر بتخش، اي واحده واحده كوادرنا بتبقى موجوده. طبعا انت عارف، طبعا انت عارف طبعا اي لعبه انت محتاج غير اللعيبه وغير القاعده العريضه انت محتاج مدرب، محتاج صحيح. حكم، محتاج طبيب. صحيح. فالكوادر دي كلها بنحاول نكونها بمساعده زي ما قلت لك الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي. وزاره الشباب والرياضه طبعا بتدعم اللعبه. معالي الوزير كان في اخر اجتماع حضرته انا والمهندس حسن مع السيد خالد باب ورئيس الاتحاد الافريقي، وعد بدعم اللعبه، والاتحاد الافريقي وعد ان كل سنه هيبقى في بطوله اساسيه افريقيه موجوده في مصر. ممتاز. ان هم زي ما قلت لك شافوا البنيه، بنية الملاعب، بنية تحتية للملاعب، فنادق، شبكة مواصلات وطرق على أعلى مستوى طبعا، أحسن أعلى مستوى يعني في أفريقيا. فالناس بصراحة منبهرين، وفي الآخر هم بلغوا معالي الوزير إن عايزين مصر تبقى هي الهب بتاع الرجبي في أفريقيا إن شاء الله. الحقيقة أنا بحييك على المجهود ده وبحيي الاتحاد كله. وخليني أسأل حضرتك بس سؤال أخير، لأن السوشيال ميديا كانت قلبت بعد خسارتنا من ماتش تونس 38-0، فطبعا الناس فاكرة إن 38 هدف، فطبعا الناس محتاجه، يعني انا محتاج، انا طبعا عارف الاجابه بس محتاج اسمع من حضرتك ان ال 38 هدف دول مش 38 هدف. انا هسيب لحضرتك تشرح ال 38 دول عباره عن ايه. هو حسن طبعا معاك، وحسن لاعب وكان يعني يتولى الاجابه دي، لكن هم في الاخر 5-0. ايوه بالظبط. الهدف بسبعه. تمام كده. صح كده. هي تمام. يعني بص زي ما هقول لك برضه، يعني ناخد مثلا برياضه التنس. نعم. التنس لما بتبدا تعد بتقول 15-0، فهي 15-0 هي نقطه واحده، هي مش 15-0. صحيح. يقول لك ده خسر 40-0 يا خبر ابيض. خربت الكلام ده مش مظبوط. لا بس انا حبيت بس اوضح، لانه هي طريقه العد غريبه شويه. وانا بصراحه يعني طبعا بشكرك على استضافتي انا ومهندس حسن، لكن في النهايه اللعبه مش هتنتشر غير بمساعدتكم انتوا رجال الاعلام والتلفزيون. شبكه الفضائيات المصريه على فكره برضو دي من ضمن الحاجات اللي الاتحاد الافريقي شكر عليها معالي الوزير، ان احنا عندنا اقوى ميديا موجوده في افريقيا. يعني سواء عدد الفضائيات الموجوده، سواء السوشيال ميديا، شبكه الانترنت اللي بتغطي الجمهوريه كلها، فطبعا الميديا لها دور مهم جدا في نشر اللعبه. ومش هقول لك ان احنا عايزين نعمل الماتشات على الهوا، لكن على الاقل لما نبدا نسجل الماتشات ونزحها الناس هتبدا تاخد فكره شويه عن الرياضه. وانا مش عايز اقول لك احنا لما بنخش المدارس عدد الولاد اللي بيخشوا اللعبه بيبقوا قد ايه. يعني انا نفسي كنت مذهول ان في مدرسه يعني مؤخرا في الاسكندريه 45 واحد دخلوا في اول يوم. يعني احنا كنا فعلا منبهرين بالموضوع ده، واحنا بنحاول نوفر على قد ما نقدر كور واي اكويبمنت للولاد عشان ننشر اللعبه معاهم. ما شاء الله. زي ما قلت لك هي دور الميديا معانا، ويعني انا بشكرك زي ما قلت لك يا فندم. الشكر ليكم انتوا اللي بتبذلوا المجهود يا كابتن، وانتوا اللي بتشتغلوا لمصر، فاحنا اللي بنشكركم واحنا بنقف في ظهركم ومعاكم، وان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. وبرنامج الابطال تحت امركم في اي حاجه من هنا ورايح، انتوا لعبه يعني مبتدئه، وان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق كابتن حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي. بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا في برنامج الابطال. اجي لي كروان، يعني يمكن محتاج الناس تسمع منك. اللعبه مكلفه؟ مكلفه بأمان. يعني في واحد يقول لك لا انا هروح العب رياضه اجيب الكوره دي ومش اجيب الكوره دي، يعني لعبه هتكلف الناس كتير لو لعبتها؟ لا طبعا، يعني هي مش هتكلفك انت كلاعب غير ان انت تجيب كليتس، جزمه، الجزمه بتاعتها وبس كده الكوره.
يعني معظم اللعيبه اللي بالذات بيلعبوا الرجبي السباعي بيفضل لهم يلعبوا جزمه الكوره، بتبقى اسهل لهم في التحرك. جزمه كره القدم العاديه يعني انا جزمتي جزمه كوره يعني. يعني الموضوع مش مكلف. لا خالص. انا بس ليه سالتك السؤال ده؟ عشان الناس اللي بتتفرج علينا ساعات بيبقى يقول لك يا عم انا اروح بقى واجيب كوره. في بيحصل خلط كبيره كابتن برضه، الناس عشان لسه الناس بتخلط بين الرجبي وكره القدم الامريكيه. احنا الرجبي هي الصوره المنتشره من اللعبه في العالم كله. كره القدم الامريكيه بتمارس في امريكا وثلاث دول كمان او اربع دول يعني. الرجبي اللي هو قدام الناس كلها، كل اللي انت محتاجه الشورت بتاع اللعبه، التيشيرت بتاع اللعبه، وجزمه كوره عشان نجي لك. يعني مش محتاج بقى كل المعدات الحمايه والخوز وغيره 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 اللي بتلبسها كره القدم الامريكيه. انت لبسك زي لبس كره القدم. مظبوط. خليني بقى اجي مع حضرتك على اسامي الفرق اللي بتلعب، عشان لو حد بيشوفنا وعايز يروح يقدم في نادي، عايز ياخد السكه ازاي. بس خلينا نسمع اجابه حضرتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن الرجبي المصري، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا عن الرجبي المصري. يمكن اجي لك كابتن حسن، مين الانديه اللي بتلعب في مصر اللعبه دي دلوقتي؟ احنا عندنا الاربعه اللي بيشاركوا بصفه اساسيه من ساعه التاسيس، هو اسكندريه، نادي ايجلز للطيران، نادي اسكندريه، نادي اسكندريه الرجبي ده نادي اجتماعي وبيلعب رجبي فقط، ده النشاط بتاعه، ونادي الجامعه الامريكيه، ونادي القاهره الرجبي. دول الاربع نوادي اللي هم مشاركين. نادي اسكندريه، نادي القاهرة، نادي الجامعة الأمريكية، ونادي الإيجز أو النسور، ده اللي متأسس في الإيجز موجود في اسكندرية، في طيران اسكندرية. طيران اسكندرية. حلو. دول الأربع أندية اللي هم بيمارسوا اللعبة سباعي و15 بيمارسوا على الفريق الأول. شباب لا، ناشئين وناشئات لا. لا مفيش لسه مع فندق الناشئ الدوري ناشئين وناشئات. ودول الأربع أندية اللي لهم حق التصويت في جميع المواضيع عندكم. لا دول اللي بيصوتوا عن طريق اللعيبة. اللعيبه دي خدتوا لائحه يعني از جايد لا احنا عندنا اللائحه الاستشهاديه اللي هي بتبقى موجوده من وزاره اللجنه الاولمبيه، وطبعا بنحط عليها طبعا بما يناسبنا، بنحط عليها شويه تعديلات. مسابقه التصويت ازاي، طب مين اللي بيشارك، طب مين اللي له حق المشاركه في الرياضات، في المسابقات الوطنيه، الكلام ده كله بتعدلها ان هم طبعا عارفين ان احنا لعبه ناشئه ولسه بنحاول نشهر اللعبه يعني. طيب خلينا نتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي انه اللعيب عايز يلعب. يعني متفرج، حد من جماهيرنا عايز يلعب، تقول له يعمل ايه؟ لو هو في القاهره، لو هو في القاهره يتوجه للقاهره للرجبي، نادي القاهره للرجبي اللي هم حاطين عندهم البيج بتاعتهم على الفيسبوك، كايرو رجبي كلوب، هتلاقي عندهم حاطين المواعيد، وهم بيرحبوا باي حد ينتظر. في نادي اسكندريه للرجبي هتلاقيه برضه حاطط كده، حاطط مواعيده على البيج بتاعته على الفيسبوك، وبرضه بيسعى للناس اللي عايزه تنضم له. اتفضل. نادي ايجلز نفس القصص. الجامعه الامريكيه طبعا مرتبطه ان هو يكون طالب في الجامعه. يعني انا لسه هروح لروان، يعني الجامعه الامريكيه ما ينفعش من بره حد يجي، صح يا روان؟ لازم يبقى طالب في الجامعه الامريكيه او خريج جراديويتد من الجامعه الامريكيه، يعني لازم يكون هو كده. في الاول كنا عادي اي حد ينفع يدخل، بس دلوقتي من ساعه كورونا وهي الجامعه مشدده قوي على مين ينفع يدخل الجامعه، عشان كده خليناها ان احنا بس بناخد ناس من جوه الجامعه عشان التمارين تبقى اسهل له، او متخرجين من الجامعه. انتوا عددكم قد ايه مثلا؟ يعني انتوا كاولاد وبنات توتال اللي بيمارسوا، مش اللي بيلعبوا اللعب، يعني توتال اللي بيتمرنوا بيجوا التمرين في البنات مثلا قد ايه؟ في البنات هتلاقينا 30. عدد كبير. عدد ما شاء الله يعني كويس. بنوصل ان احنا نبقى فرقتين في ملعب. 20 بنت. في ملعب في الجامعه الامريكيه، دايما بروح اشوف الحقيقه. ايوه عندنا ملعب. ودي صور ليكم وانتوا بتلعبوا. دي بطوله افريقيا. طب قولي لي يا روان، يعني يمكن انت اكيد بعد ما لعبت اللعبه شايفه ان اللعبه دي لازم يبقى اللاعب او اللعيبه ليه مواصفات معينه. شايفه المواصفات اللي ممكن يلعبها اي لاعب، او المطلوب فيه اللي نلاقيه في لاعب عشان يروح يلعب. اوكي. هو كل مركز في الملعب بيبقى ليه قدرات معينه. ممتاز. فمثلا موقعي انا بيبقى محتاج سرعه. في ناس تانية بيبقى الموقع بتاعه محتاج قوه اكتر ما هو ما محتاج سرعه. ممتاز. فبتفرق على حسب انت البوزيشن بتاعك ايه، بس مثلا لازم نبقى كلنا أقوية. يعني لازم نبقى كلنا فت. تمام. يعني في حاجات، في سرعات مثلا بالظبط، لازم نبقى كلنا عندنا الفتنس بتاعنا يساعدنا على اللعبه. بس لو انت محتاج تبقى ايه بالظبط، ده ديبيندز على انت بتلعب ايه. طيب والالتحامات والحاجات دي اكيد برضو، يعني في ناس بتشوف التحامات دايما، الناس في دماغها الامريكان فوتبول طبعا، يعني شايفه حتى انتوا شايفين ما شاء الله احمال تقيله، لان طبعا الالتحامات في الملعب تبقى محتاجة يعني تدخلات قوية وبتاع. أيوة. ده جزء من تدريب الرجبي. ما تتخضوش يا جماعة، الموضوع سهل، مش صعب، لأن الناس دايما حاطة في دماغها الأمريكان فوتبول والالتحامات اللي بتحصل والخوز والحاجات. طبعا الرجبي حاجة تانية خالص، حاجة تانية. احنا أولا ما بنلبسش خوز ولا حامل.
ولازم دايما الالتحامات بتبقى من تحت، يعني من تحت الركبه، فده بتبقى سيفر على اللعيبه. ولو انت مثلا عملتها من فوق بتاخد كارت، ينفع تاخد كارت اصفر يعني وتطلع بره. ففي قوانين الالتحامات دي بالظبط، مش مفتوح ان انا اجيبك رقبتك او اجيبك، لا 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 خالص، ما ينفعش ما ينفعش خالص. يعني انا بتهيألي كره اليد ممكن تبقى عنيفه اكتر منكم. كره اليد عادي بيجيبوا بعض من، يعني ممكن يبقى من الرقبه من الكتف. يعني عشان بيبقى عندهم حته عدم التعمد فبيحصل ده فاول، لكن احنا عندنا فاول من فوق الرقبه دي فيها طرد، ما فيهاش هزار. ما فيهاش هزار، لان ما ينفعش اقول لك ما لا ما كانش متعمد. طب كابتن، الكره الرجبي دي الكره اللي انتوا بتلعبوها المباراه مظبوط؟ دي كره هل ليها مواصفات معينه؟ طبعا هي الكره واخده شكل ايه، لابسه شويه مظبوط؟ مظبوط. هي مختلفه عن الامريكان فوتبول. الامريكان فوتبول اتقل شويه لا، الامريكان فوتبول الداينامكس بتاعتها مختلفه، بتبقى مسحوبه اكتر وبيبقى فيها اللي هي زي الخياطه دي عشان تثبيت الايد. تمام. بعض منهم ما فيش الخياطه دي، فاحنا الكره بتاعتنا اتقل عموما واكبر بالظبط، والقطرها اكبر، حتى الخيوط يعني بيلت ان، مش بالظبط بالظبط بالظبط. طيب وهو يعني الكره دي في الهواء وانت بتلعبها ما بتبقاش ليها اتجاه، يعني انت ممكن تلعبها كده تلاقي تلف وتروح في اتجاه تاني، يعني هي مش 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 مدوره. لو مدوره كره القدم بشوطها، لو ما فيش هواء او اي حاجه بتمشي في ستيت لاين. لا ليه، في تكنيك للشوط، في تكنيك معين للشوط، لو انت هتشوطها برجلك عشان تطلع مستقيمه. لعيب الرجبي اللي بيشوط برجله عامه، يعني لو هو مثلا نتكلم في التوب ليفل، هو بيبقى قدرته على في التحكم برجله بتبقى زيها زي حد مثلا لعيب كبير في الكوره. لان يعني هو في اعلانات وفي مسابقات معروفه بتتعمل كل سنه، اللي هو انت شوط الكوره دي وانا شوط الكوره دي ويبدلوا مع بعض، يعني دي حاجه معروفه يعني من ضمن الحاجات الفانيه اللي بتتعمل. يعني مهارات الفاني اللي بتتعمل بالظبط، ان هو لعيب كوره شوت كوره رجبي، فلعيب الرجبي لازم عنده قدره اللي بيشوط، لان هو محتاج يضرب الكوره كره اصعب وليها ايروداينامكس اصعب وبتلف بطريقه مختلفه زي ما حضرتك قلت. فلازم يكون عنده مهارات تكنيك بالظبط معين. طب قول لي، يعني انت كنت بتتكلم معايا في الفاصل بتقول انا نفسي حتى اللاعب اللي ما يتوفقش في رياضته اهلا بيه في الرجبي. بالظبط، يعني احنا كان من عندنا من التجارب اللي كانت ناجحه قوي، كان عندنا في الفريق بتاعنا في اسكندريه كان في كان معانا لعيب بعد كده في المنتخب، يعني لسه مخلص قريب، احمد شتا. ده كان راجل في منتخب المصارعه، كان في الفتره اللي هي بتاعت منتخب كرم جابر وبوجي وقدر يلعب. فالراجل طبعا الناس دي كانت موجوده، راجل جامع، راجل جامع هنا بقى منتخب واخد ميداليات وطلع وسافر وعمل كل حاجه والرجبي بقت لعبته. فانت بترحب جدا جدا. اي حد اي حد مثلا كان مصارعه، العاب قوه، بوكس، رفع اثقال، كوره، مرحبا بيهم جميعا. احنا موجودين، اللي عايز يبتدي الكارير بتاعه من اول معانا كرياضه يتفضل، هاند بول اتفضل. طب انتوا مقر الاتحاد فين؟ مقر الاتحاد بتاعنا في مقر الاتحاد الجنوب الاولمبيه في استاد القاهره. في استاد القاهره، لكن موجودين احنا في اسكندريه وموجودين في القاهره. انت موجود في البيج بتاعتنا، موجوده على الفيسبوك، اللي عايز يتواصل معانا دايما بيجي لنا ريكوست، طب انا ممكن فين، وبنوجههم. بتوجهوه؟ طب ممتاز، احنا كويس ان الكلام ده بنقوله عشان برضو اللي حابب يلعب اكيد لعبه زي دي ان شاء الله ننضم معاكم باذن الله. يا ريت. طب ليه يا رواني، الكوره دي اول ما بدات تلعبي بيها ايه المشاكل اللي قابلتك؟ يعني ما كنتش عارفه ابصيها قوي عشان انا كنت بلعب باسكت، فهي مختلفه قوي صحيح عن كره الباسكت، بس بتيجي بقى بتيجي بالتكرار، يعني كل شويه كنت بنزل. الاولاد والبنات نفس حجم الكوره؟ هي نفس الكوره. طب ما يعني بس هي عايزه ايد كبيره و لا يعني مش عايزه عادي تقدر تعمل يعني مش محتاجه ايد كبيره. طيب ولا حاجه. طيب يعني انتوا انت اتكلمت عن الباص، الباص عندكم دايما للجنب صح؟ والورا ما ينفعش باصي لقدام؟ لا ما ينفعش تباصي لقدام، لازم تباصي لحد ورا. اجري بالكره لقدام. بس تباصي لقدام برجلك. تباصي قدام برجلك بس واحد لواحد جاي من ورا. لواحد جاي من ورا. معقده شويه. هي معقده. انما انت لازم وانت بتباصي تباصي للجنب. والوراك، يعني دي مهمه قوي ان هو لورا، ما ينفعش تباصيها لحد واقف قدامك. قدام ما ينفعش، ما اصل كده ممكن تخلص خلاص اللعبه، لان هو لو باصي لقدامه خلاص تك تك هنبقى. بس اللي انا شايفه ان السرعات امر مهم جدا. تتمرني على السرعات لوحدك يا كروان؟ ازاي يعني؟ هل في فيتنس بتمرن عليه؟ في شغل أيوة. فيتنس بتمرني لوحدك؟ في مدرب فيتنس بينمي سرعتك؟ احنا دايما في التمرين بتاعنا بيبقى فيه، يعني غير تمرين الرجبي بيبقى فيه تمرين فيتنس بنعمله وقت التمرين مع بعض، وبنعمله لوحدنا يعني قبل ما نيجي التمرين. بتبقى حاجات مثلا ديستنس بيست، ان انت تجري 5 كيلو او 7 كيلو او تجري سبرنتات
والتايم وقتك يعني. طب والفنتات والحاجات دي، لان برضو الحاجات دي الفنتات مهمه جدا يعني بتتمرنوا عليها برضو؟ هل في تدريبات؟ هل مثلا بيتحط لكم زي يعني زي كل حاجه موجوده؟ كل حاجه بتحط لنا، بتحط لنا كونز، وان انت تسايد ستاب الكونز دي، بتحط كل حاجه، اي حاجه ليها علاقه بالفوت ورك بنشتغل عليها يعني. بس هو كابتن يعني حسن قال كلمه، قال لك انت قريب جدا من كره القدم فعلا. هي كانت تاريخين كان هم لعبه واحده وانفصلوا. يعني قواعد الاوت هي تعتبر حتى في كلمات في يعني عمرك انت عندنا كلمه اوفسايد، اوفسايد دي مش موجوده غير الكلمه دي مش موجوده غير في الكوره وفي الرجبي مش موجود. يعني هي التاريخين كان لعبه واحده. طب ليه الامريكان فوتبول بالرغم انها بتتلعب في دولتين ثلاثه على مستوى العالم يعني معروفه اكتر من الرجبي؟ ميديا هوليوود هوليوود تتكلم في يعني احنا دلوقتي انت كلنا نقدر عارفين ان الامريكان فوتبول بتتلعب وعيشه الدراما بتاعتها والتلفزيون والابطال وغيره وغيره وبتاع والجمهور وحياته جوه ايه وحياته بره ايه، برغم ان هي لعبه زي ما انت قلت عددها بتمارس في دوله واحده ومش لعبه اولمبيه ومش لعبه اولمبيه ولا عمرها هتبقى اولمبيه فاهم. لكن انت الرجبي في نفس الوقت اللي اتعمل عنه كان 3 أو 4 أفلام، واحد منهم اللي كان عالمي بمعنى كلمه عالمي لو انفيكتوس ده، لكن غير كده مفيش الكلام، مفيش التغطيه دي يعني. حتى في بلدها الام كفي انجلترا او غيرها مش هتلاقي كميه الميديا وكميه الافلام والروايات وكده، برغم ان اللعبه مش شعبيه. بتفكر يا كابتن انتوا كنت حد تسفروا مثلا منتخب يعمل معسكرات في انجلترا، يعمل معسكرات في جنوب افريقيا؟ طبعا يعني احنا طبعا لو احنا طبعا احنا دلوقتي احنا لسه بصدد ان احنا بنحط او يعني حطينا خدنا التقرير بتاع البطوله الافريقيه اللي فاتت. احنا دلوقتي لو احنا عايزين نروح نلعب في الاولمبياد ده طيب، فاحنا عندنا 3 أو 4 سنين يعني عشان عشان تقدر توصل بتاع، فانت لازم تبتدي عندك فتره معسكرات. احنا كم فرقه اهل من افريقيا عندك؟ 2. موضوع صعب قوي. جنب افريقيا واحد منهم خلاص بالظبط الثاني يعني 2 هو انت في افريقيا طالع واحد يعني. طب مين اللي اتاهل اخر فرقه؟ تونس؟ لا 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 كانت تقريبا ناميبيا اللي هتلعب يعني في الاولمبياد تاني. في قلبي معاكم يا كابتن والله. بص انا لا يعني منافسه شديده طبعا. موضوع احنا طبعا عايزين نسعى ان احنا نعمل بطريقه استراتيجيه ومعموله بطريقه علميه، وكان معانا الخبير بتاعنا اللي هو ماسك الجانب الفني، ان احنا ستيب باي ستيب كده نحط اللعيبه بتاعتنا في افضل مكان، وان هم يقدروا ياخدوا افضل تاهيل، ان هم يقدروا يلعبوا على المستوى ده. كابتن معلش الوقت مر طبعا سريعا. انا مش عايز اقول لك انا مستمتع سعيد انا سعيد جدا باللقاء ده، سعيد جدا بيك وسعيد بمجهودك طبعا. كابتن حسن احمد خالد نائب رئيس الاتحاد المصري للرجبي ونائب رئيس الاتحاد العربي، بشكرك نورتني وشرفتنا يا كابتن. انا بشكرك يا فندم، شكرا لك جدا. روان لاعبه الجامعه الامريكيه ولاعبه منتخب مصر، بشكرك نورتني وشرفتنا يا روان. شكرا، كل التوفيق ليك ان شاء الله. شكرا. اعزائي المشاهدين ده كان حلقتنا النهارده عن الرجبي المصري، وزي ما وعدناكم دايما هنكون مع ابطالنا، دايما هنكون مع كل مكافح بيسعى انه يقدم حاجه لمصر جيده. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه قادمه مع الابطال.